وهو ده الفرق. اه هي دي المسؤوليه كمان. اه والاحترافيه، قولوا كل اللي انتوا عايزين تقولوا. يبقى في رينيه فايرا حد عقلانية. مختلف عليه؟ لا طبعا هايل. لكن الرد الطبيعي والتعامل الاحترافي والشغل اللي هو على هداوه قوي لسه شويه، لسه بدري، لسه في كتير، لسه الراجل قدامه منعطفات كتيره جدا. لكن وانتوا مبسوطين من الراجل وانتوا فرحانين بنتائج الاهلي، اوعوا تنسوا كلام الاستاذ امير مرتضى. كابتن امير الف مليون مبروك. استاذ احمد ازيك، وضيوف حضرتك استاذ محمد واستاذ عبد الشايف واستاذ علي. اهلا بيك، مبروك يا كابتن امير. اهلا بحضرتك. وبشكرك على ميتشو، اشكرك وانا بدات الحلقه كده، انت بتقدم ثعلب للكره المصريه. العفو، انا بشكر حضرتك على الاشاده، و يعني نادي الزمالك يستحق احسن من كده، يعني ان احنا نشتغل وان احنا نتأنى في اي اختيار، دي حاجه المفروض يعني نادي الزمالك يستحق اكتر من كده يعني. نعم، معلش يا كابتن امير، ده سؤال مهم جدا وعايز يتسع صدرك يعني للامر، لان في مقارنه دايما حصلت بحكم ان انت رحت اوروبا والنادي الاهلي عمل نفس الكلام، عرض عليك بعض الاسماء منها المدير الفني الحالي اللي تعاقد مع النادي الاهلي. رينيه فايلر انت قعدت معاه وانت رفضت، او يعني دي معلوماتي مظبوط الكلام؟ قعدت معاه في ميونخ، وما يعني ما كانش يعني، هو طبعا شخصيه محترمه وكل حاجه، لكن هو ما كانش مقنع ان هو يبقى متولي نادي الزمالك يعني. يعني احنا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، احنا لما بنقعد مع مدرب بنخليه يحط كانه بيحط تصور لمده سنه في كل حاجه يعني، طريقه لعب، خصومات، مكافئات، روتيشن، اي حاجه بيتكلم فيها، وبنبدا معاه في التمرين، الحاجات اللي هو محتاج كل حاجه يعني. وبنشوف بقى قناعاتنا يعني في الاخر، وهو بيتكلم انت بتعرف شخصيته وبتعرف طريقته. احنا حسينا ان هو ما كانش مقنع يعني كان اقل حد في الناس اللي احنا قابلناهم، كان اقل حد. بس انا عايز في كذا ملاحظه كده يا استاذ ابراهيم. كان اقل حد فايلر، كذا ملاحظه. اول واحده، هو يعني انت سمعت الاهلي طلع اتكلم؟ ابدا ابدا على اختيارات الزمالك في مدربيه ولا على مدرب للزمالك حتى. واول ما جه او ماشي غضبان او ماشي زعلان، عمرك شفت في البرنامج عندنا او في اي برنامج في الاهلي الناس بتتكلم على اختيارات الزمالك وتنتقدها او تؤيدها حتى؟ اطلاقا مالناش دعوة. انت يعني شاطر بتجيب المدرب بتقول له اديني رؤيتك لمدة سنة، وانا مش فاهم ازاي اقدر اقنع مدرب هيشتغل معايا لسه ما تعقدتش معاه. كل مدرب بقى ان يديني خطط واقعد اناقش، مش بس سير ذاتية، بناقش خطط يعني. مين المدرب؟ مين المدرب اللي هيقعد يقول لي انا في شهر كذا هعمل كذا، في شهر كذا هعمل كذا، انا هيطلع وابتدي انا اقرر يعني الحقيقه. اذا كان ده تم لازم نبقى شابوه، بنرفع القبعه، لانه مجهود جبار. وانك تقنع مدرب محترف انه يعمل كده، لا ده عايزه ذهنيه عاليه جدا. فاذا كان ده تم، دي اول حاجه تستحق الاشاده. لكن اللي يستحق الشكر بقى مش الاشاده، ان هم ما اقتنعوش برينيه فايلر. الحمد لله كتر خير. اضعف واحد، اضعف واحد، ما كويس. ما هو حسب انت عايز ايه من المدرب يعني. هم اختاروا المدرب اللي بيحقق الاهداف، اهدافهم، وتوقعوا انه يحقق طموحاتهم. وسابوا لنا مدرب تعلم بقى على راي عبد الشافي، وسابوا لنا مدرب يعني زي ما يكون هم ادونا مقلب يعني. ما اعرفش دورهم ايه في اختيارنا احنا الفايلر خالص يعني. لان ده كل ما حد يكلمك يقول لك ومش عارف ايه، وسبناهم وكان هنجيبه بكذا وهم خدوه بكذا يعني. هي الفكره كلها ما تخلينا كل واحد في ناسه، مالناش دعوه بحد. مالكش دعوه بحد ازاي وانت مطلوب التحقيق فيك من النائب العام عشان جبت رينيه فايلر؟ نفتكر خد المفاجاه بقى، هتشوف امير بيشرح وهتشوف صوره الراجل اللي كلنا رفضناه. تمام، انا قلت لهم ب 700,000 دولار، ادوني مليون دولار، الاهلي جابوا 2 مليون يورو. مين بيحقق يا معالي النائب العام مع الناس دي؟ معالي النائب العام، الراجل ده كان طالب مليون دولار اقصى امنياته، الاهلي جابه ب 2 مليون يورو. حضرتك احنا عايزين نحقق،
ولا ما نحققش تاني. الراجل ده كان الاتفاق معانا، ما هو ده واحد من الامير واحمد مرتضى قبلوهم. الراجل ده كان احنا الورت دول 700 ليه بقى؟ لما شفت الهزام بتاعته طلع اتغلب 26 مره و98 مره، فقلت له 700,000 دولار. فطلب مليون دولار، قلت لهم كتير عليه. الاهلي جابه ب 2 مليون يورو. 2 مليون يورو قال انها بيلعب في التحقيق. هو بس بدايه انا عايز اصحح تعريف الغالي والرخيص في كرة القدم، سواء بالنسبة للعيبة، سواء بالنسبة للمدربين، سواء بالنسبة لأي شيء. الغالي هو أي واحد يدفع فيه قرش وما يسويش قرش. الرخيص هو أي واحد يدفع فيه مليون وهو يساوي 2 مليون. فمش بالرقم، بالقيمة. بالقيمة، بالإنتاج وبالنتيجة. يعني أنت مش أنت هو ليه كان هيدفع 700,000 دولار في واحد خسر بيقول 98 مباراة؟ طب هتدفع ليه في 96 يا إبراهيم؟ بلاش 96 مباراة وما خدش الدوري البلجيكي حتى وما عملش أي حاجة. لا وكويس يعني، خلاص هو ما جابوش الحمد لله. ده الشكر الواجب. وأنقذ الخزينة ومشي كويس. لكن يعني هو يقول لك من حقنا، لا مش من حقك يا أستاذ مرتضى إنك تعرف النادي الأهلي اللي من حقه يعمل كده. اللي الأهلي بالمناسبة ما جابهوش ب 2 مليون يورو، يعني حتى الرقم نفسه بره الكلام ده كمان. لا يعني ما يجي يقول من حق إن أنا أعرف وأطالب، لا النائب العام اللي من حقهم الجمعية العمومية، اللي من حقهم الجهات الرقابية دي اللي من حقها. لكن لا انا من حقي اعرف انت بتعمل ايه في ناديك وقرارك ده خدته ليه وحاسبك على قراراتك، ولا حضرتك ولا اي حد تاني، مش بالذات الاستاذ مرتضى يعني، او بالذات نادي الزمالك، او بالذات الاهلي. مفيش حد في نادي من حقه يبص في طبق التاني ويحاسب، يراقب عليه. يراقب ويبقى من حقه ويقول لك ده حقين. حقك في ازاي؟ حق الجمعيه العموميه بس، بس حقه علينا ان احنا نشكره. انت بقى عايز يعني، طبعا الحمد لله. بس انا اللي عايز اقوله عندنا ماتش يوم السبت ايا كان، يوم الجمعه. يوم الجمعه يوم الجمعه بكره ده ماتش بكره. الماتش بكره من النهارده. ده عندنا ماتش بكره. ارجو ان ربنا يكرمنا، ارجو ان اللي ما ننتظره يحدث في الملعب، ولكن تحت اي ظرف من ظروف دي كره قدم.